نتكلم النهاردة عن طرق الرعاية وطرق الاهتمام بنبات الكازاليزم. هنشرح في الفيديو كيفية الاهتمام بنبات الكازاليزم والطرق الصحيحة وطرق الرعاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تقاصر نباتات الزينة. إن شاء الله معانا فيديو النهاردة هنتكلم عن كيفية وطرق رعاية نبات الكازاليزم. هنتكلم عن طرق نقل نبات الكازاليزم من عبوة صغيرة إلى عبوة أكبر والطرق الصحيحة وطرق الاهتمام بنبات الكازاليزم. نبات الكازاليزم يحتاج إلى نسبة دل زي ما واضح معايا كده، بعمل نت اللي هو الصرام الأسمر ده، ليديني درجة حرارة معينة للنبات. ما ينفعش أعرض النبات للشمس المباشرة. طرق نقل النبات الكازاليزم، بنقله من قسيس صغير اللي واضح معايا كده لقسيس اكبر علشان ياخد حجمه وطوله المناسب. طرق النقل، بستخدم تربة زراعية عليها سماد عضوي اللي هو بواقي الحيوانات. يتم وضع جزء بسيط من التربة الزراعية في قاع القسيس. القسيس يكون فيه سكوب للتهوية، وبعد كده بجيب النبات ويتم وضعه في القسيس الأكبر. طرق نقل القسيس من القسيس الأكبر اهو زي ما واضح معايا كده. قبل نقل النبات بيتم عطش النبات علشان يبقى سهل معانا في الخروج زي ما واضح معايا كده. وبعد كده بعمل تكملة النبات بالتربة الزراعية، يعني بغطي الجزء اللي فوق. بعد الانتهاء من التغطية النبات بالتربة الزراعية، بروي النبات بتاعي بالمية كل 3 أيام. طرق تسميد نبات الكازاليزم، يسمد نبات الكازاليزم بعد عملية النقل ب15 يوم، علشان لو أنا سمدت دلوقتي السماد هيأثر على النبات. بعد الانتهاء من رص نبات الكازاليزم زي ما واضح معايا كده، يكون في فراغات بين الأصارع علشان العود لما يكبر ياخد حجمه وطوله مناسب علشان ما يأثرليش على العود اللي جنبه. هذه طرق الاهتمام وطرق الرعاية بنبات الكازاليزم. لو عندك نبتة في البيت وعايز تعمل لها عملية الاهتمام، ممكن اسمد بسماد ال NPK اللي هو 19 او 20-20. طرق التسميد، كل 10 أيام يسمد النبات طول فترة الصيف، وفترة الشتاء كل شهر مرة علشان درجة الحرارة. انتظروني في فيديو قادم من قناة تعليم تقاصر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.